الأول خالص يا دكتور، هتشرح لنا كده تشريح القلب كأننا شايفينه قدامنا بالظبط؟ ببساطة كده القلب عبارة عن 4 حجرات، 2 أذينين وبطينين. الأذينين دول فكرتهم إن هما بياخدوا الدم اللي جاي من الجسم ويوصلوه للبطينين، والبطينين دول بيطلعوا الدم اللي بقية الجسم. ال4 حجرات دول ما بينهم 4 صمامات، صمام مترالي وصمام ثلاثي وصمام أورطي وصمام رئوي. القلب ده بيتغذى بشرايين من بره، بتغذيه من بره كده، الدم بيوصل من الشرايين للقلب من بره لجوه. في كهرباء بتوصل في القلب من جوه العضلة، بتبتدي من بؤرة واحدة في القلب تغذي بقية القلب كله عن طريق ألياف كهربائية بسيطة جدا بتعدي جوه القلب. القلب ده ببساطة هو البومب أو الترومبة اللي بتوصل الدم للجسم كله. عن طريق المضخة دي الدم الغير مؤكسد بيوصل له، ويوصل بعد كده الرئة يتأكسد يعني يوصل له أكسجين، وبعد كده يدي لكل جزء من الجسم كل الأعضاء الدم اللي محمل بالأكسجين. هو ده فكرته ببساطة. كنا دايما نسمع يا دكتور القلب هو عضلة كبيرة. ده حقيقي، ده عضلة وبتشتغل طول الوقت، واحنا نايمين واحنا ماشيين واحنا صاحيين واحنا مش واخدين بالنا. هي عضلة منقبضة على طول، قادرة على توصيل الكهرباء، قادرة على انها تشتغل اوتونومس يعني بدون تحكم مننا، قادرة ان هي تشتغل حتى لو ما وصلهاش اعصاب، يعني حتى لما القلب بياخده بره ويشيله من على الاعصاب اللي بتغذيه هو بيفضل ينقبض لوحده. ده اقوى عضلة في القلب حقيقة الامر، هي عضلة القلب اللي بتشتغل من اول يوم الحياة بتدب في بني ادم لغاية اخر لحظة في حياته. صحيح، هو الجهاز الوحيد اللي شغال في اجسامنا 24 ساعة على مدار يعني الحياة كلها. صحيح. طيب احنا هل واحنا بنشرح القلب او بنشرح تشريحه كمان اتكلمنا عن دوره الوظيفي، ايه اهميته جوه جسمنا؟ ببساطه كده القلب اهميته اولا هو زي ما احنا قلنا ان هو بيوصل الدم لبقيه الاعضاء، الدم اللي محمل بالاكسجين. اهميته ان هو كمان بيوصل الدم للرئه عشان يتخلص من ثاني اكسيد الكربون ويتخلص من بعض السموم. اهميته ان هو مسؤول جدا عن ضربات قلبنا وعن وصول الدم للمخ. هو نقدر نقول ان هو عضو بيخدم على بقيه الاعضاء كلها بدون ما هو يكون مستفيد بحاجه لوحده. هو فكرته ان هو المايسترو اللي من غيره او اي لخبطه فيه بقيه الاعضاء كلها بتتداعى. صحيح، بتتاثر. طيب دكتور، في سؤال انا بسأله على طول لما يعني بتكلم في مشاكل القلب او حلقات خاصه بالقلب، دايما بقول انه من الملاحظ ان احنا ملاحظين كلنا انه الشباب الصغير في السن بقى يعني بتجيله حاله موت مفاجئ، مش بيجيله هو بيتوفى بشكل مفاجئ. اولا القصه دي هل سببها مشاكل في القلب غير معلومه او غير متشخصه، او كانت موجوده عند الشخص وهو ما يعرفش يعني عنها حاجه؟ هو زي ما سيادتك بتقولي بقت ملاحظ جدا 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 ان امراض القلب بقى بتيجي في عمر مبكر اكتر بكتير قوي من اللي احنا كنا معتادين عليه قبل كده. بقى طبيعي جدا ان شله تلاتينات تلاقوا فيهم 1 أو 2 تعرضوا لجلطات في القلب او ذبحات صدريه، او يقول لك عمل قسطره او عمل القلب مفتوح. كان لسه في ممثل مشهور جدا عنده حاجه و30 سنه وجات له جلطه في القلب وعمل قلب مفتوح وهو راجل حاجه و30 وما كانش. طيب انا اللي بتكلم عليه الجير اللي حياتك بتتكلم عليه كده، واضح ان الموضوع يعني كتير جدا منتشر جدا، وهو راجل ما كانش بيعرض يعني بيعاني من اي حاجه غير انه كان مدخن فقط. وما كناش بنسمع ولا بنشوف الحالات دي إلا في سن متأخر قوي، لكن دلوقتي بقينا بنشوف الحالات دي كتير وحوالينا وبقت قريب جدا مننا. ده حقيقي. يعني وبعدين بتيجي على غفلة كمان. يعني بيبقى مثلا مش بيعمل حاجة غلط قوي فيبقى متوقع انه يحصل له مشاكل بعديها. لا، ده هو بني ادم طبيعي بيمارس حياته عادي خالص، بيروح شغله، متجوز، عنده اطفال صغيرين، فمستغرب من الحكاية دي. ببساطة كده للأسف مصر مصنفة من الدول العالية الخطورة جدا، الفيري هاي ريسك ريجن، في توصيات جمعية القلب الأوروبية. بمعنى ان احنا كمان تصلب الشرايين عندنا اكتر من بقية دول اوروبا واسيا في مصر في السن مبكر. اكتشفنا دلوقتي ان الشباب يا دكتور دي حاجة خبر مش لطيف ابدا. مش كده والله، بس هو الفكره ان لما بنعرفه بدري بنقدر نتعامل معاه بدري. لا يعني بقصد ليه يا دكتور؟ يعني ليه احنا مصنفين بهذا الرقم المتقدم جدا فيما يخص
المشكلة اللي حياتك بتتكلم عليها دلوقتي؟ اولا احنا ما عندناش ثقافة الرياضة، احنا للأسف ناس كتيرة جدا لا تمارس الرياضة، سواء جري، سباحة، مشي، مع ان في دول تانية الطبيعي ان كل واحد بينزل يجري كل يوم الصبح قبل ما يروح الشغل او بالليل. احنا ما عندناش الثقافة دي خالص. حتى الاطفال بنلعبهم رياضة كده وهم سنه صغير، اول ما يوصل لثانوية عامة يقول لك لا خلاص بقى نوقف رياضة عشان يركز. احنا ما عندناش ثقافة الرياضة، اكلنا كله غلط للاسف، اكل الشارع، اكل اللي كله مرمي في الزيت. واحنا عندنا وجباتنا المصريه فيها وجبه مهمه جدا بتبقى بتترمي في الزيت وتتقلي مره واثنين وثلاثه وبتبقى على العربيات. الطعميه طبعا. ايوه بالظبط، دي كمان الاكله الشعبيه الاولى عند دي المصريين، دي بيحبوها جدا. يعني دي كارثه، لان اولا هي مقليه واحنا ما بنشجعش الحاجات المقليه، هي مقليه في زيت كمان، حضرتك متخيله الزيت ده بيبقى عامل ازاي. مقلي فيه 100,000 مرة قبل كده مش بيتغير الحاجات ده سم، يعني سم زعاف زي ما بيقولوا. سم قاتل. الفكرة ان احنا اكلنا كله مش صح. حياة نمطها بقى صعب جدا، الناس كلها دلوقتي بتشتغل تقريبا من الصبح لغاية اخر النهار، بتاكل وجبة واحدة بالليل، ودي اكتر حاجة خاطئة. تاكل وتنام. بالظبط، دي حاجة خاطئة تماما. وزننا زايد، بندخن، عندنا ستريس يمكن، وضغوط عصبية كتير. احنا التدخين كمان بتاعنا مختلف شويه، يعني حتى الكواليتي بتاع السجاير عندنا في منه درجات. طب هنوقف هنا يا دكتور، على العموم السجاير غليت النهارده اول يوم، فالناس يا رب يا رب تبطل كلها عشان ده مهم جدا. هنوقف عند التدخين يا دكتور عشان انا عايزه اتكلم فيه بشكل تفصيلي عشان نخوف الناس عشان الناس تبطل ان شاء الله. يا رب. مدام ناديه اهلا وسهلا استاذه. مدام ناديه اتفضلي. انا عايز اسال، انا كشفت قال لي ضربات القلب عندك سريعه جدا بتعدي فوق ال 80، ولغايه دلوقتي بيمشي لي بيقول لي هتستمري على برشام ضربات القلب مدى الحياه، ومن وقال لي القلب عندك سليم. عايز اعرف ضربات القلب السريعه من ايه؟ والله انا كنت لسه بسال الدكتور نفس السؤال قبل الحلقه. حضرتك عندك الضغط او السكر يا مدام؟ عندي الضغط، والضغط بتاعي نزل خالص. نزل بالدواء صح؟ نزل بالعلاج. حضرتك بتمارسي حياه، يعني بتبذلي مجهود، بتتمشي، بتعملي حاجه زي كده؟ ابدا، انا موظفه بروح اقعد واجي من الشغل، المسافه اللي بمشيها الصبح بتاع الشغل بس. لا ده الدكتور متضايق يا مدام ناديه، يعني مش حاجه بسطاها ابدا. امال اتمشى نص الوقت كله في الشغل، هتمشى ما عنديش وقت اتمشى زي ما كنا بنقول. الف سلام عليك يا مدام ناديه. باخد بتوكور تمام وليفلوب. انا بس خدي انا بس بستاذن مدام ناديه. انا اسفه معلش مدام ناديه معلش، انا بس خليني اقول بشكل عام، انا والله بعتذر جدا، بس يا ريت بلاش اسامي ادويه. حاضر انا اسفه. شكرا، اتفضلي. لا ولا يهمك، ماشي خلاص. ده سؤال حضرتك دكتور، في اي اسئله ليها؟ لا شكرا، متشكرين على البرنامج بتاعكم الجميل ده. بشكرك جدا. بصي يا مدام ناديه، اولا الف سلام على سيادتك. ببساطه كده ضربات القلب ليها اسباب كتيره جدا ممكن تخلي ضربات القلب السريعه، بس لازم يبقى عندنا بيز الاول. ببساطه ضربات القلب بني ادم الطبيعي ما بين 60 و100، المريح ما بين 60 و80. بمعنى لو انا قاعد كده وضربات قلبي طول الوقت حاجه و90، مع انها ده يعتبر نورمال او طبيعي، بس انا مش هبقى مرتاح قوي. طيب ببساطه الوزن الزايد، عدم الحركه، الضغط المرتفع، لو عندنا دهون عالية، لو عندنا مشاكل في الغدة الدرقية، عندنا مشاكل في الهرمونات وبنشوفها كمان في السيدات في الفترة بتاعت انقطاع الدورة، عندنا مشاكل كمان في فترات البيريد، في ستات تيجي تقول لك انا وقت البيريد بيجي لي ضربات قلب بقى مش طبيعية، ضغطي بيعلى او بهبط خالص العكس. كل الحاجات دي ممكن تأثر على ضربات القلب. في بعض الناس اللي بعيد عن كل القصه دي، اللي هو بيبقى عندهم بؤر زياده، او ببساطه زي ما احنا قلنا في الاول في اصلا بؤره واحده اللي بتطلع ضربات القلب لبقيه القلب كله، ساعات تنشط بؤر تانية والبؤر دي تبتدي تنافس البؤره دي وتطلع ضربات قلب زياده. مشكلتها ان بيجي ساعات حاجه اسمها تصارع اذيني او ذبذبه اذينيه او تصارع بطيني، النوبات دي من الضربات. ببساطه حضرتك محتاجه تاخدي الدواء، واحتمال كبير الدواء ده يبقى بقيه العمر، يعني عشان برضو حضرتك بتسالي سؤال، طب انا الضربات دي قلت مع الدواء طب انا هوقفه؟ هنقول لسيادتك لا، لان هناخد الدواء عشان تقدري توقفي الدواء ده لازم هتضطري تغيري من نمط حياتك. اللي هو ايه؟ اللي هو نلعب رياضه ونخس ونظبط اكلنا، نمنع الكافيين، الكافيين يعني القهوه والشاي والمشروبات الغازيه اللي فيها كافيين.
القهوه مش القهوه، خصوصا القهوه دي عليها يعني صراع في القصه، هل هي مفيده ولا هي مضره؟ هي مفيده لبعض مرضى القلب ومضره لبعض مرضى القلب التانيين. لكن هي الفكره في اننا بنوقف كل يعني الحاجات اللي يعني بتستفز ضربات القلب ونقرر والله امورنا خير، بنبتدي نقلل الادويه دي بالتدريج من المتابعه على مدار شهور، نقلل الجرعات ونتابع. والله كل ما بنقلل وضعنا لسه مستقر ساعتها ممكن نبتدي نوقف الادويه خالص. في اي وقت لقينا الضربات بترجع ساعتها بنرجع الادويه. طيب ناخد استاذ احمد على التليفون. استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل دكتور. سؤال بسيط من فضل سعادتك. انا بعاني من مرض الافنى، باخد بخاخه للافنى تمام، بس ما فيش اي امراض قلب اخرى. بعد فتره لقيت ال دي ال مرتفع ارتفاع بسيط. مرتفع كام يا فندم؟ ال دي ال مرتفع كام؟ يعني حي اكتر من الستاندرد بحاجه بسيطه، يعني 120 130 مثلا، ممكن في الحدود دي. فالدكتور كتب لي اجراض صغيره لمده شهر واحد فقط، فبعديها عملنا التحليل هنا لنسبه طبيعيه. فالسؤال يا فندم، انا وزني مثالي ما فيش ضغط او سكر وكل الامور تمام، سني 45، فهل الاقراص الكوليسترول دي تكون فور لايف ولا للفتره المحدده؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هو حذرني ان مشروب القهوه بيرفع الكوليسترول على المدى البعيد، هل المعلومه دي صائبه يا فندم؟ تمام. حضرتك عندك تاريخ مرضي في العائله لامراض القلب؟ الوالد او الوالده جالهم اي؟ لا يا فندم. عظيم. لا. عظيم. لا. طيب دكتور محتاج تساله اي اسئله ثانيه؟ انا بشكر حضرتك يا استاذ احمد والف سلامه عليك دكتور احمد بيه. بص ببساطه كده، قصه الكوليسترول دلوقتي بقى ما بقيناش بناخد دواء كوليسترول لمجرد ناخد دواء كوليسترول، بقى عندنا ارقام ترجس لازم نوصل لها. الناس اللو ريسك يعني قليله الخطوره زي سيادتك اللي ما عندوش ضغط ولا سكر ولا، وطبعا ان عندك حساسيه فانت غالبا مش مدخن وما عندناش كمان تاريخ مرضي في العيله، دول اللي ال دي ال يفضل يبقى تحت ال 116. لو واحد وزنه زايد شويه بيدخن شويه حاجه زي كده ممكن يبقى المفروض ال دي ال يبقى تحت ال 100. لو واحد ابتدى يبقى هاي ريسك يعني ابتدى عنده سكر عنده ضغط عنده يعني تاريخ مرضي في العيله يبقى تحت ال 70. لو هو اصيب قبل كده بامراض قلب زي عمل قسطره ودعامات عمل قلب مفتوح بيبقى تحت ال 55. دايما احنا بنقيم الناس خلال التارجتس دي. طيب حضرتك بتقول ان انت 120 130 يعني فوق التارجت بحاجه بسيطه اللي هو 116. عند سيادتك في الناس دي بنقول لهم لا، انا هديك فرصه 3 الى 6 شهور تغير نمط حياتك اللي هو تظبط اكلك، ما تعشاش بالليل، تمارس رياضه، تعمل القصص دي ونتابع بعد 6 شهور. لو لسه الارقام فوق التارجتس بكتير او بتزيد ساعتها بدي دواء. طيب بالنسبه لسيادتك انت بتقول ان انا دواء كوليسترول فور لايف ولا لا؟ في الناس اللي محتاجين دواء كوليسترول اللي هي زي مثلا الناس اللي جالهم امراض قلب، ده دواء فور لايف لان يعني دايما لازم احافظ على التارجت. طيب الناس اللي هو زي سيادتك اللي اصلا ما هوش محتاج دواء كوليسترول في الاول، ده ببتدي اقلله بس بقلله بالتدريج. بمعنى ان احنا عندنا مرض مشهور ده قوي اسمه ريباوند ديسليبيديميا، يعني الناس اللي هي تاخد دواء كوليسترول وتوقفه فيتلاقي الارقام بتاعت الكوليسترول بعد شهرين ثلاث شهور وصلت اعلى من اللي كان بادي بيه اصلا، ساعتها يبتدي يحصل مشاكل لدرجه ان احنا كتير قوي من الناس اللي هو نشوفهم في الجلطات اللي هو كان محتاج دواء كوليسترول فيقول لك انا كنت باخد دواء كوليسترول وقفته مثلا من 6 شهور من سنه. طب معلش يا دكتور سؤال، هو ينفع يوقفه كده منه لنفسه؟ لا طبعا، ده بيبقى تحت اشراف الطبيب. لازم الدكتور يوقفه بس بيوقفه بالتدريج. ولاحظ حاجه ان الناس اللي محتاجين دواء كوليسترول بعد ما اتوقف تحت اشراف طبيب وبالتدريج يحصل مشاكل دي؟ بص ببساطه هي الفكره في انه الناس اللي محتاجينهم الدكتور ما بيوقفهاش اصلا. يعني في ناس اناس بوزنها زايد وعندها اصلا عوامل خطوره، سكرها مش متظبط، وتاريخ وراثي للاصابه بالكوليسترول، ده ما بنوقفوش اصلا. لكن بنشوف الناس دي بعد كده، ما هو البني ادم برضه بيتضايق من الادويه، يعني بعد شويه يقول لك انا باخد ادويه كتير انا عايز اقلل حاجه، فايه الدواء اللي لما بوقفه ما بحسش بحاجه؟ دواء الكوليسترول. لما بوقف دواء الضغط ضغطي بيعلى او ضربات قلبي بتزيد بقى متضايق، بوقف دواء السكر سكر بيعلى عندي حاجه اقدر اقيس بيها، لكن الكوليسترول البني ادم بيوقفه ما بيحسش بحاجه.
فمن اول الحاجات اللي بيضحى بيها ادويه الكوليسترول. فممكن يضحى بيها لكن تعمل مشكله بالظبط. مشهوره جدا بنسمعها كتير قوي بوداننا. بتاخد دواء كوليسترول في وقت الناس اللي جايه في الطوارئ بقى في الجلطات وكده، بتاخد دواء كوليسترول. يا دكتور بس انا بطلته من سنه، اصل بطلته من سنه ونص. فتلاقي ان احنا اوكي كان عندنا خطوره قبل دواء الكوليسترول، بس توقيفه بقى عندنا خطوره اكتر كمان. حدوث الجلطات. مدام نعمه. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. اذا سمحت يا دكتور، انا كنت عندي 67 سنه وكنت جالي زفحه صدريه وعملت قسطره وزعامه من 9 سنين. الايام اللي فاتت كده من شهرين جالي بيجيلي ضربات القلب عاديه جدا، بس في ضربه تبقى صعبه هربانه كده، يعني يدق 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 وبعدين ضربه تسقط كده، فضربه هربانه. فطبعا رحت الدكاتره وكده وعملوا له ايكو طلع كويس جدا، وعملوا لي اشعه مقطعيه على القلب، الشرايين كويسه، وقالوا لي ده توتر بس ما فيش حاجه. فانا عاوزه اطمن الضربه السقطه دي ايه سببها وليها علاج ولا لا؟ شكرا لك يا دكتور. عفوا يا فندم. اولا حضرتك عملتي الصح تماما باي بوك، يعني زي ما الكتاب بيقول، لما ابتدي تحسي بعرض جديد رحتي كشفتي، الدكتور عمل سيادتك ايكو ورسم قلب وطلع كويسين جدا، عملوا كمان اشاعه اطمنوا ان مفيش حاجه جدت عليكي بعد الست سنين دي وطلع امورك بخير. دي ضربه زياده وهي ضربه حميده، بمعنى دي حاجه بيسموها زي ما سيادتك قلتي الضربه الساقطه، ضربات قلب بتبقى منتظمه، مره واحده بتلاقي القلب ضربه كده مش زي اخواتها، فبتحسي ان زي واحد يقول لك ايه روحت خطفت، او عامل زي كنت طالع عربيه في مطب كده والخطفه دي. طب هل دي فيها خطوره؟ لا ما فيهاش خطوره. مشكلتها بس ان هي ساعات بتضايق الناس، زي ما سيادتك حاسه انك تبقي متضايقه وحاسه انك ايه معكنناكي، او في ناس كمان بيجي لها وقت ما تيجي تنام حاطه دماغها على المخده فتحسي بيها اكتر. الفكره ان في سيادتك في علاج الدواء بتاعك الدوائي بتاعك اللي بعد الازمه اكيد في دواء بيهدي ضربات القلب، ممكن الدكتور يزوده. في ادويه بتمنع ضربات القلب زياده دي مخصوصه كمان ليها، زي ما المتصل الاولاني كان بيقول في دواء فيهم بيشتغل سبيسيفيكلي على الضربات دي، ده هيريح سيادتك جدا. في ناس اصلا بيبقى عندها الضربات دي كتير جدا ومش حاسه بيها اصلا، وساعتها ما بندهمش دواء. لو سيادتك عندك توتر برضو زياده برضو بنقلل التوتر شويه. على فكره هي بتيجي جدا مع التوتر ده حقيقي، لان هو وقت التوتر بيعمل نوع من تهيج لخلايا القلب اللي ممكن تعمل ضربه زياده. انا بتحصل لي شخصيا، ولما بفكر فيها او اشوف يعني اركز معاها الاقيها بتحصل لي اكتر. طيب والكافيين جدا الكافيين. بقى هتلاقي في الفتره اللي حضرتك ما بتناميش كويس فيها او فتره السفر اللي احنا ملخبطين يحصل القصص دي. طيب استاذ عمرو. ايوه يا فندم. اتفضل دكتور مع حضرتك. بعد اذن حضرتك يا دكتور، يعني انا شاب عندي 26 سنه، يعني عملت ايكو وطلع عندي عضله القلب. عضله القلب مالها يا فندم؟ انا بجيب علاج بالوفات. ثانية واحدة، عضله القلب مالها يا فندم؟ قبل بس ما كمل، عضله القلب مالها؟ كفايتها والله يا فندم الدكتور، لما عضله القلب قال لي عندك عضله القلب تعبانه. طب كفايتها كام؟ 41. تمام. هو حضرتك هو قال سنه يا دكتور؟ 29. 29. تمام. فباجي ابذل اي مجهود بلاقي يعني دقات قلبي ضربات قلبي بتبقى سريعه جدا. بتاخد الدواء الغالي اللي هو بكذا الف في الشهر ده؟ ايوه يا فندم 150. لا مش 100، مش 150، هو في منه 100 و 50 و 100 و 200. تاخد ال 200. يا فندم انت ضغطك عالي اصلا. وبعد كده وصلت ان انا نزلت على 100. حلو اوكي. وكفاءة قلبك ارتفعت مع الدواء ده؟ هي ارتفعت بقت 43 45. قبل كده كانت كام؟ أول مرة ابتديت بيها كان كام؟ مش ده أول مرة. كان غالبا حاجة و30 بقى في الأول. بس الكلام ده من 3 سنين. قالوا لك التهاب فيروسي صح؟ لا هو الدكتور قال لي ده أنت أخدت دور برد جديد ويعني بالظبط التهاب فيروسي دور برد عمله كده. تمام. فأنا راجل طباخ كشري فبقف قدام النار كتير. بحس ان روحي بتروح، ضربات قلبي بتسرع، يعني بتشتد، يعني ما بقدرش ان انا اخد نفسي. معلش انا حضرتك قلت بتشتغل ايه؟ طباخ كشري. طيب جربت تروح تصرف العلاجات دي على نفقه الدوله؟ لا. على فكره الدوله بتوفر العلاج الغالي ده على نفقه الدوله. لا لا لنا رعايه طبيه. هي شركات الخدمات الطبيه. شركات عنده تامين. تامين طبي الخاص. بالظبط بالظبط. تمام. بس بيصرفه لك صح؟ ايوه. عظيم عظيم عظيم. طبعا السؤال بقى
خدت الارشادات الغذائيه بتاعت عضله القلب، يعني قصه انك توقف الملح وما تاكلش وجبات تقيله وما تاكلش وتنام وتمشي كل يوم والقصص دي، خدت الارشادات دي ولا ما بتعملهاش؟ تمام يا دكتور. تمام تمام، عظيم عظيم. بص هطمن سيادتك ما تقلقش. طيب دكتور محتاج تساله حاجه؟ لا 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 انا عارف القصه. بشكرك يا استاذ عمرو والف سلامه عليك. بص يا استاذ عمرو انا مش عايزك تقلق، القصص دي منتشره جدا خصوصا في الفترات اللي بعد الكورونا. اللي بيحصل ان الشاب من ده بيبقى بني ادم طبيعي خالص ويجيله التهاب فيروسي، فالتهاب فيروسي يقول لك انا كان عندي دور برد، كان عندي دور التهابات على صدري، كان عندي دور كورونا. وبعد ما يخف من التهاب الفيروسي ده اسبوع 2 10 شهر 2 وتبتدي تلاقي انه بينهج جامد قوي. فحتى احنا بعد الكورونا كنا بنعمل ايكو للناس كلها لما بتنهج، فبتدينا نكتشف ان في التهاب الفيروسي ده بيعمل ضعف عضله القلب. بيعمل ضعف عضله القلب ازاي؟ ان هو بينشط نوع من المناعه الذاتيه، ان الجسم يهاجم عضله القلب ده فعضله القلب تضعف. طيب الحمد لله الحمد لله ان احنا دلوقتي في العصر اللي عندنا ادويه ذهبيه لامراض ضعف عضله القلب، زي الدواء الغالي اللي سيادتك بتاخده، دواء تكلفته شهريه لوحده اللي دي ب 2200 جنيه. كتير قوي. رقم بس صراحه الحكومه موفراها للناس الغير مقتدره على نفقه الدوله. هايل هايل. ده عظيم، بيروح يعمل قرار في المستشفيات الحكوميه زي معهد القلب، زي قرار العلاج على نفقه الدوله. وبتوفر له هو بنعمل له ايكو بنتاكد ان هو ده عنده، بيروح يصرفها شهريا. بشرط ان هو بيتابع في عياده ضعف عضله القلب معانا. بس دي حاجه عظيمه على فكره، حاجه عظيمه يعني جدا حقيقي. وعايز اقول لسيادتك حاجه، الناس اللي يعني لو هو خد الدواء ده بيعيش حياته طبيعيه تماما. المجهود بيقل جدا مع ان هو طبعا بياخد معاه مدرات بسيطه للبول، ادويه تهدي ضربات القلب زي الحاجات المشهوره اللي قال الكلام ده كده. لو التزم بالادويه دي والتزم بالتعليمات دي وظبط ضربات قلبه بالدواء والقصص دي بيعيش عمر مديد ويوصل 70 و80 و90 سنه زيه زي اي بني ادم طبيعي، ويتجوز ويلعب رياضه وكل حاجه. الكلام ده على فكره مهم جدا، لان احنا طول الوقت كنا متخيلين ان الشخص اللي بيعاني من ضعف عضله القلب او ارقامه بتوصل للارقام اللي ذكرها دلوقتي استاذ عمرو مش هيعيش حياته بشكل طبيعي، لا هيقدر يتجوز، مش لو سيده مش هتقدر تنجب، مش هيقدر يمارس رياضه، مش هيقدر ينزل شغله بشكل طبيعي، هو محروم من الحياه الطبيعيه. ولكن بفضل اكيد ربنا والادويه دي هو رجع يعيش حياته بشكل طبيعي. بالظبط، هتلاقي في الاول حتى قبل ما هو يبتدي على الادويه كان ياخد خطوتين يقف، دلوقتي لا، احنا عندنا ناس كفايه قلبهم 18% و20%. الادويه دي حديثه يا دكتور نوعا ما. حديثه حديثه جدا كمان. وفي في كمان توصيات جديده كل سنه جمعيه القلب الاوروبيه بتنزل توصيات لضعف عضله القلب. عندنا دلوقتي ادويه بتحسن كفاءه القلب. خدت بالك ان هو كان بيقول لك انها كان عضله قلبي ضعيفه وبالدواء ده بقى زادت. احنا ما كانش عندنا المصطلح ده قبل كده قبل الادويه دي. احنا بقى عندنا دلوقتي مصطلح جديد في الطب، الناس اللي كفاءتهم زادت بعد الدواء. يعني انا فاكره حتى يعني الدكاتره كانوا يجوا يقولوا لا، لما عضله القلب تضعف مفيش امل ان هي ترجع تزيد مره ثانيه. مش الكلام ده كان بيتقال لغايه فترات قريبه جدا؟ ده حقيقي. بس زي ما منعش برضو ان احنا بنعالج مشاكلها، بنعالج الاسباب اللي عملت كده، لان الاسباب دي يعني هتبقى دايما بتضر القلب اكتر. يعني لو هو كان راجل كبير في السن وعنده ضيق في الشرايين التاجيه، فاحنا لازم نصلحها وبعد كده ندي الادويه دي فيامور تنتظم تماما. طيب خلينا نتكلم على الاسباب اللي ممكن تؤدي لضعف عضله القلب، لان مهمه جدا، وعشان كمان الناس تقدر تتلافى هذه الاسباب او التعرض ليها. بس بعد التليفون استاذ نبيل. نبيه يا فندم. استاذ ايه؟ استاذه نبيه. نبيه نبيه. استاذ نبيه. نبيه. استاذ نبيه اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بيكي. اتفضل بحضرتك. اتفضل. بشكر اداره القناه واشكر حضراتكم على حسن الاستضافه بصراحه. بشكر حضرتك جدا. والبرامج الهادفه بامانه برامج هادفه جدا جدا جدا. شكرا، شرف لينا، اتفضل. بس هو استفسار مش شكوى. استاذن الدكتور بس يرد عليا باستفاضه يعني. طبعا. اتفضل يا بيبي. 48 سنه. عظيم. عمري ما دخنت، ما اكلي صحي تماما تماما، بقالي 4 سنين بلعب رياضه الصبح وبالليل لمده ساعه. الحمد لله يعني الامور ماشيه هيلثي تماما. هو بس الشكوى انه ضربات القلب ضعيفه من 56 ل 60 وضغطي واطي دايما. الامور ماشيه كويس تماما، بس هل الاستفسار ده عن الضغط الواطي او ضربات القلب ده صحيه او فيها شكوى؟
وهل انا لو مارست الرياضه باستمرار على طول هل في ضرر على القلب او لود على القلب؟ استفسر من الدكتور معلش لو سمحتي. انا اساسا سيادتك انا بيغمى عليك؟ لا يا فندم لا خالص تماما لا يا فندم، يعني هقول لسيادتك كلمه واحده، اللي عندك ده نعمه يا رب تدوم. اه والله انا هقول لحضرتك هو هي شكوى حميده بس دي وصلت لمرحله الادمان الرياضي. انا لازم العب رياضه لازم كل يوم لمده ساعه ساعه ونص. يا فندم حضرتك الرول موديل اللي احنا بنحاول او يعني القدوه اللي احنا بنحاول نقول للناس تعمل زي سيادتك. يا رب دايما يديم على سيادتك نعمه. طولي 172 وزن 58 كيلو الحمد لله، يعني ما باكلش اكل من الخارج خالص، ما باكلش اكل في زيوت، ما مقليات ممنوع طبعا، العيش رغيف يوميا بلدي بستعيد عنه بحاجات نشويات ممكن بطاطايا ممكن اللي بتعمله فيه لنا ده كتير يا نبيل بيه. ده حضرتك تيجي بقى تقول لنا ازاي ماشي على النظام الصحي ده مش تسالنا. هقول لحضرتك انا الشكوى دلوقتي من مراتي بتشتكي من انه انا بلعب رياضه على طول، بقول لها لو سمحتي ده انا كده الامور ماشيه كويس معايا. لا هي الشكوى من مراتي. طب ايه اللي مزعلها يا استاذ نبيل؟ لازم ابقى فاضي بقى معاها في البيت. ومعاها حق برضه. بشكرك جدا يا استاذ نبيل. دكتور ازيك يا نبيه بيه؟ اولا يعني الله يكون في عونك بالنسبه لمشاكل الاسره دي، يعني انا متخيلها. حضرتك يا فندم اللي بتعمله ده ايديال، ده كده يا باشا ده يعني اسلوب اوروبي تماما. يا رب تفضل على كده. الضربات القلب عند الرياضيين عادة هي أقل شوية، وكل ما الرياضي ده بيبقى كمان في فتنس ليفل أعلى بيبقى ضرباته أقل. بمعنى إن إحنا الناس اللي هو لعيبة الكورة اللي هو شغلانتهم بيلعبوا كورة، أو الناس اللي بيلعبوا أولمبيات اللي هو شغلانتهم بيلعبوا رياضة، بتلاقي البيز لاين بتاعهم يعني ضربات قلبهم وهم قاعدين معانا 40 و45، مع إن عند الأرقام دي عند الناس التانية ممكن يبقى أرقام مرضية. طيب احنا بنخاف منهم؟ لا خالص، احنا بنتابعهم لان هو ده ببساطه البيز لاين بتاعهم. ده زياده من ربنا ان هم بيبتدوا بليفل ابعد كمان من ناس طبيعيين فيتعبوا ابطا، ده حاجه كويسه. تاني حاجه ساعات بيبقى عندهم سمك زياده في عضله القلب لما بنعمل لهم موجات صوتيه القلب ايكو يعني، بس ده برضو حميد لان هو عضله قلبه بتتدرب او بتشتغل اكتر شويه من البني ادم الطبيعي. ده لما بيبطل رياضه بيرجع لطبيعته تماما، بس عايز اقول لك ده برضو حميد. اللي سيادتك فيه ده احسن حاجه، والضغط الوطي اللي هتلاقي ضغطك 90 60 مثلا ده عظيم، وده حمايه القلب سيادتك، ده نعمه يا رب تدوم. ده اللي اقدر ادعي لسيادتك بيه. دكتور هنرجع مره تانية لضعف عضله القلب، وكنا بنتكلم على الاسباب اللي ممكن تؤدي مع الوقت لضعف عضله القلب. بما ان ليها اسباب ممكن ان احنا يعني نتجنبها يا ريت نعرف. نبتدي الاول زي الاستاذ اللي كان متصل ان ده في ناس بيجي لها التهاب فيروسي وبينا بنشوفها كتير قوي بعد الكورونا، ناس اللي جيلها فجائيا ضربات قلب عضله قلب تضعف، دي بنشوفها كتير من دول. الناس اللي عندها مشاكل في الشرايين التاجيه يعني حصل لها جلطات او انسدادات او ضيق مزمن يبتدي عضله القلب من نقص وصول الدم يضعف. الناس اللي عندها عيوب خلقيه، في ناس اصلا باطفال يبقى عندها اللي هو ثقب وما بيقفلش ويسيبه، او عندها مثلا تركيبه خلقيه مختلفه يتعمل ضعف عضله القلب. الناس اللي عندها ضربات قلب سريعه غير منتظمه لفترات طويله دي ممكن يعمل ضعف عضله القلب. الحاجات دي كلها مشهوره انها ممكن تعمل ضعف عضله القلب. السيدات كمان الحوامل، خلي بالك ان في دلوقتي عندنا ان في حاجه اسمها بيريبارتم كارديوميوباثي، او يعني ضعف عضله القلب المرتبط بالحمل، تيجي شهرين قبل الولادة وثلاث شهور بعد الولادة. تلاقي الست بعد كده ان ابتدى بعد وهي في الحامل بتنهج مجهودها قليل، رجليها بتورم زيادة غير الطبيعي، تتكع رجلها تلاقيها بتغرز اللي هو مطرح رجليها، فنعمل ايه؟ كلها عضلة قلبها اتأثرت، وساعتها بنولدها بدري ساعات ونتابع، وفي ناس بترد ضربات قلبها تبقى طبيعية، وفي ناس بتفضل ضربات قلبها يعني انا اسف دي عضلة قلبها تبقى ما بترجعش. وساعتها كمان ده في سيدات عضلة القلب بتضعف لدرجة ان احنا ممكن نمنعها انها تجيب اطفال تاني. خبر استاذ احمد. ايوه فندم اتفضل. حضرتك انا السؤال بتاع امتداد تقريبا للاسئلة اللي نفس المشكلة حضرتك. انا كان عندي ارتجاع في المريء في فترات، فرحت الدكتور فعمل لي ضيق نفس خفيف كده وانا ماشي وانا نايم، وبعدين رحت الدكتور قال لي لا ده ارتجاع مريء واعمل ايكو عشان يتاكد يعني. فعملت الايكو حضرتك اول مره، وبعدين عدته تاني
بعد لما عدت حضرتك حضرتك دكتور لقيت الميجرمنت عندي الابر نورمال بتاع ال في انترنال دايمنشن اللي هو اللي هي بيسموها سيستوليك فانكشن اللي هي الاجكشن فريكشن يعني كام؟ لقيته 53. تمام خد بقى حضرتك هما بقى بيقولوا لا 55 ففي دكتور قلب بيقول لك 40 ده ضعف طبيعي كمان مقبول. الكلام ده صح؟ بص المهم يا دكتور لا مع احترامي 40 ده طبعا متاثر لا لا حضرتك انا عندي 53 لا ما انا بقول لك بص 40 ده 40 ده متاثر لا هو 40 لكن 53 هنا بقى يختلف ببساطه. انت عندك عضله قلب نفسها حجمها كبير عندي حضرتك انا بمارس اصلا بص حضرتك عشان ابقى واضح معاك حصل التهاب اللي هو جالي قبل كده الكورونا زي ما انت حضرتك بتقول في المعده السنه اللي فاتت. ضغطك مرتفع؟ لا ضغطي كويس جدا ضغطي كويس بيتراوح يعني قفته مره على الجهاز بتاع في المستشفى بتاع الطوارئ اللي هو بيقيس تقريبا في خلال ساعه او بتاع لقيته نزل لغايه 117 على عظيم. على 70. بص انا مش عايز سيادتك تقلق هو ببساطه كده بص انا عايز اطمن على حاجه نقطه حضرتك في دكاتره بيقولوا لي اعمل اشعه مقطعيه على الشرايين التاجيه لان انا عندي هايبوكنزي بيقول لك ايه عندي بص كل الريبورت نفسه واخد بال حضرتك انا عشان ما ادخلش نفسك حضرتك في الوقت يعني الميجرمنت عندي للاورطه واخد بال حضرتك ده نتيجه ممارسه السباحه اصلا عظيم وفي نفس الوقت الدكتور بيقول لي ما تمارس ضغط كل يوم الصبح انا سني مش صغير سني 62 سنه بس بمارس من زمان هذا الموضوع فقال لي لا ما تحاول تقلل المجهود شويه وامشي وما تاكلش مقليات والكلام ده كله وكل زيت. المهم عندي حضرتك الاورطه والدايمتر بتاعه من 15 ل 40 عند 44 ال ايه دي بقى ايه اللي هو البطين الايمن ولا الاذين الايسر ال ايه بص يا فندم بس قبل 46 معلش انا بستاذنك تقول سؤالك مره واحده عشان وقتنا لان حساسيتك سؤال بقى معلش حساسيتك بيجي لك الم في صدرك مع المجهود لا عظيم مفيش حضرتك انا جالي الاول في البدايه نتيجه ارتجاع المريء لما كنت باكل انا كنت باكل فعلا وانام فجالي زي حموضه خفيفه في حموضه في المعده حموضه زي حرقان خفيف حموضه مش حرقان طبعا انا هقول لسيادتك حاجه بص يا بيه ببساطه كده حرقان المعده ده غالبا المعده زي ما سيادتك عشان احنا لازم نقفل معاه كده تمام لا تمام بشكر حضرتك يا استاذ احمد طب ممكن يا دكتور بس في سؤال في يعني ريبورت خفيف كاتب لي في الريبورت هايبوكنزي ميد اند بيزل انفيريور وول اند انفيريور سيبتا حلو ما انا عشان هرد على سيادتك في القصه دي دلوقتي هرد على سيادتك بص يا بيه بشكرك يا استاذ احمد وتابعنا بص يا فندم احنا عندنا دلوقتي في لخبطه بتحصل مهمه جدا جدا في مرضى الجهاز الهضمي والقلب الالام اللي تيجي يقول لك الام تيجي في فم المعده او في المريء ساعات كتير قوي بتبقى نوع من الجلطات في الجدار الخلفي لعضله القلب اللي بيصاب الناس بالم في فم المعده فجينا في الطوارئ واحد عنده الم شديد جدا في منطقه المعده او عمال يرجع وتلاقي ان هي دي جلطه قلب الايكو بتاع سيادتك بيقول ان هو عضله القلب الخلفيه اللي كنت بقول لسيادتك عليها فيها انقباض اقل شويه 53 مش وحشه احنا الطبيعي ما بين 55 ل 65 بس بما ان سيادتك عندك 53% كفاءه القلب اللي هي اقل من الطبيعي حاجه لا تذكر خالص بس اقل من الطبيعي وعندك الام في فم المعده زي ما سيادتك بتقول وعندك تغييرات في الايكو رجاء اسمع كلام الدكتور واعمل الاشعه اللي طلبها منك لعل يكون في مشكله وسيادتك بس مش واخد بالك منها وساعتها تصليح المشكله دي بيرجعك تبقى طبيعي تماما. ثانيا بالنسبه ل 62 او 67 سنه السباحه رياضه عظيمه بالنسبه لسيادتك بالعكس احنا دي بنشجعها اكتر كمان عن الجري يعني كل ما يتقدم السن لان اولا ما بتتعبش ظهر سيادتك ما بتتعبش ركبك احنا اكتر مشاكل الناس دلوقتي كبار السن ان يقول لك انا مش قادر اجري عشان ركبي مش قادر اجري عشان ضهري بتحسن جدا جدا انتظام النفس وضربات القلب يعني ممكن يمشي بالظبط بس قصدي لو هو عنده الاوبشن بتاع السباحه فده افضل بكتير جدا بعد اذنك ما توقفش السباحه بس ترجع للسباحه بعد ما تحل مشكله سيادتك يعني لو الايكو بيقول كده روح اعمل الاشعه ولو طلعت ايجابيه روح للدكتور بتاعك ويحل لك المشكله بتاعتك ده مهم جدا جدا جدا. طيب اسماء اتفضلي. الو مدام اسماء اتفضلي.
السلام عليكم. عليكم السلام. هطلب منك بس تسمعينا من التليفون يا مدام اسماء. تفضلي. بس انا عايزة اكلم الدكتور. طبعا. تفضلي يا فندم. حضرتك انا بيجي لي خنقه كده وضربات ازمه وضربات قلب وازمه كده. انت كام سنه يا مدام اسماء؟ لا مدام اسماء ما نعم. تسمعيناش من التلفزيون، اسمعينا من التليفون على طول. حاضر. اتفضلي. حياتك كام سنه؟ سني 37. 37. عندنا ضغط او السكر؟ لا ساعات الضغط بيعلى وبيوطى. تمام. عندنا اي مشاكل هرمونيه؟ بناخد اي راس لمنع الحمل؟ كان عندنا حمل وما كملناش؟ كان عندنا ضغط مع الحمل حاجه زي كده؟ لا ما فيش اي حاجه، بس انا يعني عايزه يحصل حمل كده، فهو هل ده بيأثر على الحمل يعني؟ انت اصلا بتاخدي الحاجات اللي هي منشطه للحمل او القصص دي؟ لا ما باخدش اي حاجه. تمام. وزنها زايد شويه؟ لا طبيعي. طبيعي. عندنا حاجه اسمها تكيس على الموبايل؟ لا ما عنديش اي حاجه. عظيم عظيم. يعني شكوتك انك بتنهجي شويه؟ انا لو عملت اي مجهود زياده يعني بيجيلي ضربات قلب وخنقه يعني كده. تمام تمام. لألف سلام على سيادتك. بشكرك يا اسماء دكتور. هي غالبا بتشتكي شكوى كلاسيكيه في السيدات اللي هي فوق ال 30 سنه، ان هو مره واحده بيجي لها ضربات قلب مش مريحاها، كرشه نفس، والمجهود ده. ده بيبقى قله لياقه، لخبطه في الضغط، لخبطه في الهرمونات. بنعمل لهم رسم قلب، نشوف هل الضربات دي ضربات حميده يعني منتظمه طبيعيه خالص، ولا الضربات دي غير منتظمه. لو الضربات دي غير منتظمه ليها علاج. وبيعملها ايكو، نتاكد ان ما عندهاش حمى روماتيزميه، في ناس كتير قوي بتجي لنا في السن ده ما تعرفش ان كان عندها حمى روماتيزميه، فنلاقي تاثير على صمام، نلاقي مثلا صمام مترالي في ضيق او ارتجاع، او صمام اورطي في ضيق او ارتجاع، او فنلاقي ان بسبب ده هو اللي عاملها الضربات. لازم تروح للدكتور يا مدام اسماء، هنعمل رسم قلب وايكو وحبه فحوصات زي غده درقيه، زي سكر تراكمي، زي صوره دم، الحاجات دي كلها لازم نروح نعملها يا مدام اسماء. دكتور هرجع مرة تانية للتليفون، جالنا في الحلقة وهو تليفون أستاذ عمرو، والحقيقة حياتك تشخيصك للحالة وكان عنده ضعف في عضلة القلب، وحياتك قلت له ده نتيجة الإصابة بفيروس. طيب أنا بالنسبة لي يعني لو فوتت الكلام ده الناس هتزعل مني قوي، هو إزاي ممكن الشخص يحصل له ضعف في عضلة القلب ودي حاجة يعني قوية جداً من خلال الاصابه بفيروس؟ الفيروس ده بيجي لنا كلنا على انه حبه التهابات على صدرنا، يقول لك انا جاي التهابات على صدري، كحه بسيطه، سخونيه بسيطه وراحت. بيقعد مع الشخص الالتهاب ده يومين ثلاثه اربعه، بيعدي كانه دور برد شديد شويه ويروح، بس يبتدي يظهر بعد كده اعراض بعد شهر اثنين ثلاث اسابيع رينج كده، يبتدي ينهج. فنبتدي نبتدي نعمل له ايكو قصدي، نلاقي ان عضله القلب اتأثرت. لو اكتشفناه بدري قوي ان عضله القلب ابتدت تتاثر في خلال اول شهر شهرين، في عندنا حاجه اسمها اي في اي جي، زي اجسام مناعيه، او يعني بندي حقنه فيها اجسام مناعيه تمنع ان الاجسام المناعيه بتاع جسمنا تهاجم القلب، ساعتها بنقدر نحافظ بسرعه على كفاءه القلب انما التدهور. بس ده الصراحه عاده ما بنشوفهمش، يعني قلما قوي بنشوفهم او متاخر قوي. اللي بيحصل كمان احنا عاده بنشوفهم بعد ما يكون عضله القلب اتاثرت. بعد ما يكون عضله القلب اتاثرت بنبتدي معاهم بقى بعلاجات ضعف عضله القلب. العلاجات دي حقيقي بتبقى يعني فيها كفء كبير جدا وارتداد كبير جدا للناس دي. لاحظي ان دول ما عندهمش مشاكل في الشرايين التاجيه، لاحظي ان دول عضله قلبهم حجمها وكفاءتها طبيعيه، هو كل بس اللي حصل ان جالهم التهاب فيروسي. طب ما هو معلش ثانيه واحده، ما هو مليون حد بيجي له التهابات فيروسيه، مين اللي هيتاثر؟ ما عندناش اي حاجه تثبت ان اقول لك ان ده لو جاله التهابات على صدره هيجيله ولا لا، لان هي كلها بتبقى عباره عن تركيبات جينيه، في ناس عندها استجابه للقصه دي او فرص حدوث القصه دي اعلى شويه. انت وحظك يعني. للاسف. استاذ سعيد. اتفضل. ايوه انا معاك يا حضرتك، عايز اتكلم الدكتور. طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ حضرتك انا من عندي بس بنام كده مثلا في الظهريه وبقوم مش قادر اخد نفسي، وحد بديك في التنفس اللي هو لحد لما اخد القلب كده.
بص يا سعيد بيه، انا سمعت بس ان بيتقوم بضيق نفس، انا بقيت الجمل كلها ما سمعتهاش. هو بينام الظهر وبيصحى بضيق نفس. ده كل ما تيجي تنام الظهر تصحى بضيق نفس؟ لا استاذ سعيد. ايوه بعد اذنك اسمعنا من التليفون عشان بحس بقوم من النوم استاذ سعيد. بحس بضيق نفس. استاذ سعيد حياتك هتسمعنا من التليفون عشان التواصل يبقى اسرع. اتفضل. حضرتك بنام واقوم مثلا على النظر كده بحس ان قلبي كده باخد نفس منه، ولو انا مثلا راكب مواصلات بحس الخنجه كده واشد الهدوم كده من على صدري كده. كل ما تنام يعني ظهر او بالليل كل ما تنام يجي لك قرش نفس دي؟ ايوه كل ما اقوم من النوم في الظهريه بالذات، لكن في الليل لا. الليل لا صح؟ يعني أيوة. انت بالليل بتقدر تنام وتكمل لغايه الصبح من غير ما تقوم. في النهار بس، ولو انا ماشي في مواصلات ببقى مخنوق كده وصدري بحوش مع الشد. انت بتنام بعد الغداء يا استاذ سعيد؟ ايه؟ بتنام بعد الغداء؟ ايوه بنام بعد الغداء. ايوه سلامتك يا استاذ سعيد. بشكرك دكتور. بص يا استاذ سعيد، اللي عندك ده شكوى كلاسيكيه للناس اللي بيجي لهم ارتجاع في المريء. ناس بناكل وننام فيحصل ارتجاع في المريء، فيحصل لنا خنقه والعصاره الهضميه دي ترجع على زور سيادتك، فتحس ان انت مخنوق وبتكح او نفسك مكروش او ان في زي نار قايمه في صدرك. ده بسبب ان سيادتك بتاكل، وطبعا بتاكل يعني على حق ربنا يعني، وتنام الظهر فيحصل الحكايه دي. طيب سيادتك اولا محتاج ادويه تمنع حموضه المعده، ادويه تمنع ان المريء يرجع العصاره لفوق، ومحتاج انك تقلل شويه الوجبات، يعني ما تاخدش وجبات تقيله وتنام، تاخد وجبات خفيفه بس على كذا يعني كذا وجبه، بدل ما هم ثلاثه يبقوا خمسه مثلا. نمنع الحاجات اللي فيها دهون كتير، طبعا الشاي اللي بتحبس بيه، انا متخيل برضو لو بندخن قصص دي. القلب اللي يقومك من النوم ليه اعراض تانيه غير كده؟ عشان كده حضرتك سالته بالليل ولا الظهر وبعد الاكل ولا يعني تبقى واكل ولا لا. طيب ايه انواع الرياضات اللي ممكن يعني تدي صحه لقلوبنا او تساعد قلوبنا ان هي تعيش بصحه جيده لفتره طويله جدا؟ كان زمان بنقعد نقول للمريض العب رياضه، حاول تتحرك شويه كده. بس احنا دلوقتي كمان بقى القصه مقننه، بقى عندنا دلوقتي توصيات مريض ايه بسن ايه يلعب ايه. بمعنى احنا دلوقتي زي مفتوحة يعني لا خالص، يعني دلوقتي زي المتصل الكريم اللي اتكلم وعلى عنده حاجه و60 سنه بنوصي بيه سباحه ماشي، بس ماشي رياضي مش زي ماشي المولات، ماشي رياضي لو يقدر يجري ده حاجه عظيمه. لكن كل الرياضات الهاي انتنسيتي يعني مثلا ما اقولوش روح العب مثلا جيم يشيل اوزان تقيله ويشيلها، لا ما اقولوش مثلا روح يلعب سكواش، مش يلعب رياضات قتاليه، الكلام ده ممكن عند 30 و40 سنه اقول له اوكي تلعب مثلا كده، او ممكن اوصيه بتنس، تنس الارضي، تنس الارضي ده من الحاجات برده المقبوله جدا في السن. لكن لو شاب مثلا سي 30 سنه هقول له لا روح العب رياضه، العب رياضات هاي انتنسيتي زي الكروسفيت، في تمارين اللي هي كروسفيت. لو راجل شاب 30 اقدر اقول له، لكن لو فوق ال 50 سنه اقول له لا ما تلعبهاش. يعني دلوقتي بقت القصص انا اقدر اقول له تلعب ايه عشان سن محدده اكتر. بالظبط منظمه اكتر. ومهم يا دكتور نبقى عارفين، لانه مش ممكن شخص يلعب رياضه فاكر ان هي هتنفعه وتضره يعني. بالظبط. استاذ عبد الناصر. نعم اتفضل يا استاذ عبد الناصر. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا حضرتك. انا عندي يعني عامل قلب مفتوح بقالي 6 سنين. عامل قلب مفتوح من 6 سنين صح؟ اه. عامل شرايين ولا صمامات؟ مركب شرايين واخدينهم من رجلي. تمام. اه سؤالك يا استاذ عبد الناصر اتفضل. مركب شرايين. ايه السؤال يا استاذ عبد الناصر؟ سؤال حضرتك. خنجه جامده بيجيني، خنجه جامده خالص وتعبان دايما، معدتي تعبان. ملتزم على الدواء اللي انت خدته بعد العمليات؟ يعني باخد الدواء اللي كنت مدي على البلافكس ده من بره اللي هو ب 205 دوت، وبعدين ماشي عليه. وبتاخد دواء الكوليسترول؟ وبعدين انا يعني ما حدش ان انا تعبان الوقت ده باخده من اللي هو المركز الطبي ده اللي هو المستورد ده. بتصرفوا على نفقه الدوله صح؟ اه. لا الف سلام عليك. اخر مره عملت ايكو امتى يا استاذ عبد الناصر؟ انا عامل ايكو من السنه اللي فاتت زي اليومين دول كده. كفايه القلب كانت كام؟ نعم كفايه قلبك السنه اللي فاتت
كانت كام كفايه القلب؟ انا عامل العمليه 2014. لا استاذ عبد الناصر، كفايه قلب حضرتك كام السنه اللي فاتت لما عملت الايكو؟ بعد منها ركبت بالون وركبت دعام. بعدها ركبت دعام. انا بشكر حضرتك. شكرا استاذ عبد الناصر. دكتور بص استاذ عبد الناصر عامل قلب مفتوح من 6 سنين، بعديها كمان عمل قسطره ودعامات. ده يوريني كذا حاجه. اول حاجه ان استاذ عبد الناصر يا اما مش ماشي على دواء مناسب او مش واصل للتارجت اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول. يعني استاذ عبد الناصر المفروض ان هو الدهون الضاره بتاعته تبقى تحت ال 55، بما انه خلال سنه او سنتين حصل ايفنت تاني او حصل انه دخل تدخل تاني، ده كمان الناس دي بنقللهم تحت ال 40. حضرتك متخيل الارقام دي؟ طيب احنا لازم يكون واخد ادويه كوليسترول عشان ينزل القصص دي، لازم واخد ادويه سكر يظبط سكره. لاحظ كمان ان احنا عندنا ادويه سكر جديده مهمه جدا جدا لمريض القلب، بتنزل السكر في البول، بتخسس، بتحافظ على عضله القلب، بتمنع ضعف عضله القلب، بتمنع صلب الشرايين، وبتحافظ على الكلى. خلي بالك كمان انت لازم تبقى ماشي على علاج الضغط بتاعك، لازم كمان تعمل ايكو جديد، لازم تشوف هل عضله القلب اتاثرت ولا لا. كتير جدا من الناس اللي عندهم صلب شرايين ويعمل قلب مفتوح ودعامات والقصص دي، عضله القلب اتاثرت. وارد كمان ان يكون في حاجه لا قدر الله ضاقت تاني، ما احنا اوريدي بسبب ان احنا ما كناش منتظمين في الدواء او ما ناخدش الدواء الكافي حصل عندنا تصلب مره وعملنا قلب مفتوح، وتصلب مره ثانيه وعملنا دعامات، وارد يكون لا قدر الله حاجه جدد. لازم ترجع للدكتور بتاع سيادتك عشان هتعمل فحوصات يا عبد الناصر بيه.